الأستاذ محمد عبد العزيز. ايه المفروض نعمله؟ ايه المفروض الشعب يعمله؟
احنا عايزين كل واحد خصوصا ده كان قوي الانسان ان انا طول جاي يعني عندي امل الهيه واكلم معاها كل واحد قوي الانسان دي تضغط على الاعلام خلي الاعلام يسمع شكاوى الناس عشان يعرفوا الظلم اللي حصل في البلد بدل ما الناس دلوقتي بتتشافى وتطور وتتسجن وتتسحر وتموت تعب وتقعد مظلومه وبعدين مظلومه وفاهم البهدله اللي بتشوفها في الاسلام والمحاكم والكلام ده كله ليه؟ يطلع طالب من دول بعد يعني البلد اللي كلها بنحبها وبنعشق ترابها يطلع طالب ده يعني يكره البلد يكفر بيها ده العكس هيطلعوا نشأة هيطلعوا يعني القوة اللي بتطلع قوة الشباب اللي احنا بنفتخر نقول ان احنا في مصر عندنا ليزر عندنا قوة شباب تطلع الشباب ده كله كان بلده هم دول عايزين كده هي الدولة عايزة كده انا اسف للاطاله كل اللي بطلبه من الاخوه المتكلمين عن الندوه جزاهم الله خير والاخوه بتوع حقوق الانسان يضغطوا الاعلام ويشوفوا الناس دي اللي عملوا جرم يحاسبوه ما عملش جرم بس بالقانون بالعدل فرقوا عنه على طول مستقبلهم شكرا جزيلا جزاكم